والله احنا نقدر نقول حاجه. هو كان معروف ان هو هيوصل كده او هيوصل كده نتيجه ان الجنيه متداني قدام الدولار. فاحنا نقول مصانع اللي هي عندنا بتعمل سكر نزود انتاج القصب، نعمل انتاج هينخفض سعر الكيس. هو المواطن مش مستحمل، بس لازما كلنا نستحمل بلد، لازما نستحمل يا اما بلدنا هتقع بينا. فاحنا لازم نستحمل على اي وضع، لو حتى هنغمسها بملح هنستحمل علشان البلد تقف على رجليها. عادي دلوقتي الحكومه دلوقتي خلاص بقت تتخذ اي اجراءات دلوقتي في الاوضاع السيئه، ارتفاع الدولار امام الجنيه، خلاص الجنيه تعاون خلاص، والبنك المركزي اعلن وضوح ان الدولار يبقى ب 18 جنيه رسمي. كل الاسعار كل مدى عماله تزيد، والبلد دلوقتي ماشيه في طريق تاني خالص. يعني اللي احنا شايفينه ان البلد ماشيه في طريق تاني خالص، زي محل العبد اللي في وسط البلد بينزل حلويات المول باسعار يعني فوق الخيال. يعني انا واحد من الناس لسه داخل محل العبد عامل نفسي ان انا بشتري حاجه، فداخل بسال عادي يعني الاسعار مقبله. فطبعا يعني للاسف يعني اصبح ان انت لا عندك دوله ولا عندك حكومه ولا عندك برلمان ولا عندك شعب. الاربعه بقوا موجودين في مصر خلاص. ده غير ان انت كمان للاسف عندك جوه السجون المصريه عندك معطلات كل يوم، جوه السجون ناس بتموت وبتتضم وناس والى اخره والى اخره. فللاسف الشديد اصبح ان انت النهارده، ده غير ان انت النهارده التجار بقوا مستغلين ان مفيش رقابه على المواطنين. النهارده بقت التجار بقت تعمل اللي هي عايزاه، تزود في الاسعار لوحدها وتنزل. هعرف رايي في ايه؟ في كل حاجه غليت، حتى العدس ب 24 جنيه ابو 8 جنيه غلى، كل حاجه غليت، كل حاجه ما فيش اكل. كل البطاطس ب 7 جنيه و 8 جنيه، البصل ب 8 جنيه. المواطن غلبان وبيقبض ايه؟ مثلا واحده زي شغاله في شركه نظافه بتقبض مثلا 700 جنيه طول الشهر، هتجيب بيهم ايه؟ اللحمه ب 110، السكر ب 15 جنيه الكيلو. نجيب منين؟ كيلو البصل ب 8 جنيه، ازازه الزيت ب 20 جنيه. مين هنجيب منين كل ده؟ ايه الغلا ده؟ الرغيف ب 50 قرش اللي ملهاش بطاقه، ما حدش تجيب 10 ب 5 جنيه عيش هيكفوا ايه؟ ياكلوهم في طاقه عيالها فطار بس. جبنا فطار وطعميه وفول ب 20 جنيه، هنجيب منين كل ده؟ الغلا ده ايه ده؟ دفتر كتير بالنسبه للمواطنين الموجودين هنا وبالنسبه للناس الغلابه طبعا كتير. لو كنا بنجيب ب 4 جنيه و 5 جنيه دلوقتي وصل 15 جنيه، واحنا عندنا اساس السكر في الصعيد كله. ازاي ما المسؤولين ما يبصوش لحاجه زي كده ويبصوا للناس اللي في الصعيد ويجيبوهم كده ويشوف هم ناقصهم ايه بالنسبه للاسمده وبالنسبه للحاجات، ونبدا ننتج من عندنا. احنا اساس السكر، احنا في بلدنا هنا في مصر اساس السكر، ازاي يكون في نقص؟ احنا مش عارفين بصراحه. هي المشكله كلها ان مش عارف السكر نفسه بتاع البلد راح فين. المشكله كلها ان انتاج السكر كل سنه كان موجود وكان بيكفي ويفيد، انما انا شاكك يعني او اللي حاسس بيه ان هو في احتكار لبعض التجار الكميات بيخزنوها لغايه لما السعر يغلى. موضوع السكر بيروح فين ممكن يتحل بحاجه بسيطه جدا، يرجع تاني لكل فرد. التموين لما ينزل لكل فرد اللي يعني اللي كان بينزل له كل شهر من السكر والزيت بس، مش ان هو يقدر يشتري يعني بيه اي سلعه تموينيه هو عايزها. فاهمين حضرتك؟ بس هو ده المشكله كلها، واعتقد ان الحل ممكن يبقى عن طريق كده.